وأن يأتي إلى مجلس الدرس في أبهى حلة وزينة، ولا يمنع إن أتاك في حلة ليست جيدة وأنت تعلم أن حاله رقيقة أن تجعل مالا وأن تكسوه، فلك الأجر، لك الأجر. تتفقد كده الطلاب اللي هم عندك الذين هم محبو للقرآن ولالتماس العلم، لكن حالتهم رقيقة، الأب ما يستطيع أن يذهب إلى الحائك ليخيط له ثوبا أو ليشتري له عمامة أو طاقية أو إلى غير ذلك. اكسب أنت الأجر، اكسب أنت الأجر وخذه، واجعل ذلك من باب الصدقة التي تطفئ غضب الرب، وأنت إن شاء الله عز وجل في ظلها يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. والله أذكر أحد الناس الآن هو من المشايخ الطيبين أنا زكي الله، يقول لما نزلت أحد المساجد ما كان عندي ثوب، يقول فأخذني إمام المسجد وأهداني ثوبين، لا زلت أذكرها له إلى الآن، أنا أذكرها إلى اليوم، إلى اليوم. ومحتفظ هذا الأخ بأول بشت أهدي إليه لأول خطبة جمعة قبل 25 سنة، أهداه له أحد الجيران رحمة الله عليه، مات في حادث وهو يشير بالسبابة رحمه الله رحمة الله، أهدى له البشت، قال له خذ هذا البشت عشان تخطب الجمعة. لما جاء يرده إليه بعد انتهى قال لا خلنا معك على طول، أجور تجري وانت منك داري وانا خذ، وما تدري ما هو السهم والحسنة التي تدخلك إيش الجنة. سبحان الذي أخفى جنته في عمله وأخفى أولياءه في عباده، فلا تعلم أي العباد لله وليا ولا تعلم أي الصدقات موجبة للجنة. أزال غصن الشوك من الطريق دخل الجنة، درهم دخل الجنة، سقى كلبا دخل الجنة، سقت كلبا دخلت الجنة، ما تدري. نعم.